ونبقى دائما مع نفس الموضوع دائما حيث كان للطبقه السياسيه راي لها من جلسه محاكمه قضيه الطريق السيار شرق غرب حيث عبرت بعض التشكيلات السياسيه عن موقفها من الملف في ميكروفون طه بن مع تاجيل النطق بالحكم في ملف الطريق السيار شرق غرب الى دوره الجنايات المقبله خرجت الطبقه السياسيه في البلاد عن صمتها ازاء القرار. ولم يفوت الساسة الفرصة للإدلاء بدلوهم في قضية أسالت الكثير من الحبر سياسيا وإعلاميا ملف الطريق السيار شرق غرب وصفه البعض بالنسخة طبق الأصل لسنطراك واحد اليوم رانا شفنا من خلال المحاكمة تشبه يعني أول محاكمة لقضية سوناطراك واحد لكن احنا بالنسبة لنا أن هذه الأموال التي نهبت والتي سرقت هي أموال عمومية فضيحة الطريق السيار شرق غرب التي ظلت محل تجاذب بين الطبقه السياسيه وورقه ضغط ضد السلطه تراه بعض النخب السياسيه بانه اختبار لمصداقيه العداله الجزائريه اين هي القضيه اللي كانت فيها احكام منصفه عادله ولم تتوقف التحقيقات في مستوى معين كل ملف لا يذهبون فيه بعيدا في التحقيق الى مستوى معين من المسؤولين الى مستوى معين من المحيط بالرغم انه رائحه الفساد في الجزائر اصبحت شائحه يشمها كل الناس في اي مكان ملف الطريق السيار إذن هو ملف اخر يضاف الى سلسله من قضايا الفساد التي نخرت الاقتصاد وشوهت سمعه الجزائر فهل ستسقط اسماء ثقيله ام ان صغار الموظفين سيذهبون كباش فداء؟